السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الرابع من ورشة ماي دريمز. ان شاء الله في الجزء ده نتكلم على الخامات والاضاءات، وفي الجزء الاخير اللي هو الجزء اللي بعده هنتكلم على الكومبوزيتنج جوه الافتر افكتس. طبعا انا عملت الحرفين اللي هم حرف الاي وحرف الام بنفس الطريقه بالظبط، مع شويه بقى تظبيطات في السبرينجز، شويه تظبيطات في الديناميك تاج زي ما وريتكم في المرات اللي فاتت. نبدا نشوف الاول هنعمل الاضاءه ازاي او الخامات ازاي، وبعد كده نعمل الاضاءه. طبعا هنعمل خامه لكل حرف، اذا احنا هنعمل اول خامه ونسميها حرف الام كابيتال. دبل كليك هروح على كولر. انا بس عايز افتح الصوره الاصليه زي ما انتم شايفين اللي هي الصوره دي. طبعا تاني بقول انها من تصميم الاستاذ محمد احمد، هو انا لقيتها على جروب عندنا، يبقى اعتقد ان هو عضو من اعضاء جروب جي اف اكس اكاديمي. طبعا عندنا ادي كل حرف له لون معين. بصراحه اختاروا الالوان الله يبارك له بصراحه تحفه، فاحنا هنختار الالوان زي ما هو مختار بالظبط لو يسمح لنا. بقى هبعد بس دي بعيد كده، وهاخد اول حاجه في الكالر، او تعالوا بدل ما نحط كالر ثابت تعالوا نحط جريدينت او نحط فرنيل، مش مشكله. ناخد اللون الابيض، هناخد اللون الفاتح، وناخد الاسود، هناخد اللون الغامق شويه بحيث يدي التدريج ده. طبعا ممكن ان احنا نحط ده في النص كده، ونحط هنا نود تانية وناخد اللون ده تبقى بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للكلر. تعالوا للريفليكشن، ونخلي الريفليكشن يعني معقول شويه. ممكن نحط فرنيل ونقلل برضو الفرنيل بعض الشيء، او نخلي الفرنيل مالتي بلاي ونزوده بالشكل ده كده، ونعلي الريفليكشن شويه. تعالوا نضيف، نفتح. انا طبعا جمعت كل الكلام ده في نال اوبجكت بحيث لو انا عايز احركه او اوديه يمين او شمال اسمه سميته ستاف. نقفل بقى الام ام ام او رايت كليك. كان في هنا كان في كولابس، كان في كولابس اول على ما اعتقد، كان في كولابس اول اكسباند جروب، مفيش كولابس، ما علينا. نقفل 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 نقفل. خلاص الاول عايز اعمل سيف، بعد كده هروح اخد خامه الام واحطها هنا بالمنظر ده كده، ونجرب نعمل ريندر. طبعا اعتقد ان انا كنت مفعل الجي اي وجلوبال الومنيشن، وبرده اعتقد كنت انا قافل الديفولت لايت. نعمل ريندر، تمام، هنلاقيها بالشكل ده كده. ممكن نروح في اللومينانس ناخد نفس التكتشر بتاع الكالر بحيث تبقى الخامه مضيئه شويه، ونحطها بيست بالمنظر ده، ونعمل ريندر ونشوف. بس هنلاقيها فاتحه قوي. ممكن نعمل مالتي بلاي ونقلل اللون ده شويه فالخامه تقل بالمنظر ده. اعتقد كده هيبقى شكلها احسن كتير قوي. لو رحنا لللومينانس ممكن ناخد الفرنيل وناخد لاير، ندخل جوه لاير ونحط شيدر، ومن شيدر عايز احط من افكتس اللي هو اللوم لومس. نخش على اللومس ونغير اللون بتاع اللومس نفسه للون ده. لا اللون ده ايه، اعتقد للون الوردي اللي احنا لسه واخدينه من شويه، او نروح ناخد اللون نفسه. والسبيكولرز مفيش فيها مشكلة، هاخد برضو لون درجة فاتحة، تمام بالشكل ده كده. هرجع للاير، وتعالوا نجرب كده نشوف البلند مودز ظروفها ايه، عشان يعني نعمل بلند بين ده وبين وبين ده. طيب ما احنا ممكن نطلع الفرنل فوق
ونخلي دي نورمال ونشوف الفرنل لو ده مجنيه يديني ايه. طب نجرب نعمل رندر ده كده سكرين. طب لو قلنا اوفرلاي نجرب نعمل رندر متهيألي مفيهاش فرق طيب هنعمل كلير ونعمل برضو بيست بحيث ننزله هنا ونروح لكلر ونتقل درجة اللون حبة عشان ما تفتحش مننا قوي ونعمل رندر. اعتقد الفرنيل هيبقى في اتجاه الكاميرا. طيب انا عايز اخد نفس الجريدينت ده كوبي واروح على فكره بالمناسبه انا ممكن اعملها من خطوه واحده زي ما عملتها بالظبط في البروجكت، بس انا عايز امر معاكم بنفس التجارب اللي انا مريت بيها لغايه ما اوصل للخامه الصحيحه. هحط جريدينت، هخش جوه الجريدينت واعمل رايت كليك واعمل بيست للجريدينت اللي انا لسه عامله كده. بدات الدنيا تظبط. طب نجرب الفي. تمام، ممكن كده وممكن كده، مش هنلاقيها فرق قوي في اللومينانس. ملتي بلاي لا انا هخليها نورمال بقى. نجرب نعمل رندر. نيجي في اللومينانس هشيل الفرنيل واحط مكان الفرنيل، هخلي دي ابيض زي ما كانت. هحط مكان الفرنيل هحط افكت واحط اللومس. خلاص اجي للومس واخد الدرجة بتاعته، ده السبيكلر ده الشيدر. تمام كده هتبدأ تاخد الخامة بتاعتها او الشكل بتاعها. نيجي في اخر واحد وهختار درجة برضو مناسبة لكن غامقة واعمل رندر. اعتقد كده وصلنا لشكل كويس للحرف نفسه، ولو ان هنا التدريج بالمنظر ده فانا هروح للجريدينت واخليها يو عشان تبقى من اليمين للشمال كده، تبقى احسن بكتير قوي 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 من الريفليكشن نفسه. اعتقد مظبوط. يستحب لو عايز تحط في الانفايرومنت اي خامه مفيش اي مشكله، ممكن نحط فرنيل في الانفايرومنت. تمام، بس طبعا هنغير الالوان بتاعتها. ممكن نخش هنا ناخد اللون ده وممكن دبل كليك ندخل هنا ناخد نفس اللون بس الدرجه الغامقه ونعمل رندر. هنلاقيها شكلها احسن بكتير قوي. ممكن حتى نعمم الغامق شويه بحيث نقفل ندي الجريدينس اللي احنا شايفينها هنا. ده كده الخامة الأساسية بتاعتنا لو عملناها حتى هيوش بحيث نشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. ريفليكشن مظبوط مفيش فيه أي مشاكل. لو رحنا حتى خلينا ده نورمال بحيث نبص كده، أعتقد كده أحسن كتير أوي أوي من الأول. تمام بالشكل، أو نخليه بالمناسبة كده. ممكن نحط بلر صغير قوي على الريفليكشن نفسه. نخلي البلر مثلا ليكون 12. تمام، ونخلي مثلا ليكون 10، يعني يبقى فيه بلر خفيف بس الاكيوراسي نخليها 100% عشان ما يبقاش فيه اي نقط شبه ما تكون انت حاطط نويز. اعتقد نخليه 5. تمام كده مع نفس الخامة دي بقى هاخد منها دوبليكيت، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى كنترول واسحب، ودي هسميها الواي، كنترول اس بس عشان سيف، كنترول واسحب، ودي هسميها تي، كنترول، وادي الار، وادي الاي، وادي الاي، وادي الام،
الام سموث. تمام، نيجي على الواي دبل كليك، هنغير في شويه حاجات، نخش في الجريدينت، ناخد الواي هي على فكره الام. تمام، هيها نفس الام، ما فيش فيها مشاكل، ناخدها كده. الدي هي اللي واخده اللون، احنا نسينا الدي اساسا. تمام، ناخد الواي دوبلكيت منها كده ونحط الدي دبل كليك، ناخد الجريدينت وناخد لون اخضر غامق، دبل كليك ناخد اللون الاخضر الفاتح. تمام، دبل كليك ناخد اللون الاخضر الاغمق سنه بالمنظر ده كده. ناخد الجريدينت كوبي، اعتقد هنحتاجه في اللومين، مش هنحتاجه في اللومينانس كمان. تمام، دي هناخد برضو اللون الاخضر الغامق. تمام، وفي السبيكولر نفس الموضوع، هاخد لون اخضر فاتح. تمام، وفي الانفايرومنت هاخد ادي الاخضر الغامق ودبل كليك، واخد الاخضر الفاتح، اعتقد الافتح درجة هيدي شكل احسن بالمنظر ده كده. نقفل كنترول برضو اس عشان ما ننساش، وناخد دي نحطها على دي. طيب نجرب نعمل ريندر نشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي، هتبقى كويسة مفيش فيها اي مشاكل خالص. تنجرب من الاول، تمام، لسه مع الاضاءة والريفليكشن كل الكلام ده هيتظبط. نيجي بعد كده بس نمشي قدام شوية عشان نثبت على حاجة معينة كويس، او على فكرة عشان يجيب لي ريفليكشنز الوضع ده كده. تمام، مظبوطة، الدي مظبوطة. تمام، الار، الار واخدة درجات الذهبي. طيب دبل كليك نروح على كلر، ناخد ادي الذهبي الغامق، ونيجي دبل كليك نروح على كلر، ناخد الذهبي الفاتح، دبل كليك نروح على كلر وناخد حاجة أغمق سنة. جريدينت هحتاجه كوبي، ما أعتقدش إن هحتاجه كوبي. نروح هنا برضو دبل كليك وآخد اللون الذهبي، هنا برضو دبل كليك وآخد اللون الذهبي. تمام، واعمل اوكي. عندي بعد كده في ريفليكشن مفيش مشاكل، في الانفايرومنت نفس الموضوع، ناخد اللون ده ودبل كليك واخد اللون الغامق. في دي بقى عايز ازود لها واحده كمان هنا في النص، دبل كليك واخد الدرجه اللي بين الاثنين بحيث يبقى التدريج ناعم. هاخد الار احطها على الار، طب كليك كده ونشوف. تمام، مفيش اي مشاكل، دبل كليك على الاي، ناخد ادي الموف غامق، دبل كليك نفس السبوت تقريبا، دبل كليك ناخد الموف الفاتح، بقى بالمنظر ده. نروح للومينانس كليك، ناخد الدرجة الفاتحة شوية دي، كليك وناخد الدرجة برضو بتاعت السبيكولر. الانفايرومنت هحط لها برضو واحدة. تمام، دبل كليك واخد الموف الغامق، ودي هاخد الموف الفاتح تاني كده، ده افتح منه، دبل كليك واخد اخر حاجه الموف الفاتح قوي. تمام، بالمنظر ده كده اقفل، واخد دي كالعاده احطها على الاي ونجرب نعمل ريندر. تمام، هنلاقيها طالعه باشكال جميله جدا بصراحه، حتى احنا حافظنا برضو على الايدج اللي فاتحه.
طبعا دي كده عشان هي في وش الاضاءه، مش مشكله سيبونا من حرف الدي، حتى لو احنا خدنا زاويه تانية. تمام، نعمل رندر هنلاقي برضو الحرف مظبوط، مفيش فيه اي مشاكل. عندنا بعد كده حرف ال A، هو حرف ال A هو يعني الى حد ما هو ال M والواي، هو ال M والواي، وال M هي هياها ال D. يبقى انا هدبلكيت ال D كده، ودي هخليها M واخدها بالمنظر ده. في بس حاجة بسيطة عايز اعملها بقى في الام، تمام، ان انا عايز اروح لاخر لون واخد درجة اغمق، تمام، بالمنظر ده كده، واروح حتى في الانفايرومنت كمان، تمام، عايز ادي مجال اوسع شوية، تمام، فهاخد درجة اغمق سنة، يبقى هي متدرجة كده تدريج كويس. ده بالنسبة للام، نعمل كده ونشوف، هنلاقي الدنيا مظبوطة. مثالي في الدي برضو محتاجة تتعدل، هندل الدي وندبلكيت دي كده ونسمي دي دي، ونوديها في المكان بتاعها وناخدها نحطها على حرف الدي ونعمل رندر. اعتقد كده اتظبطت، مفيش فيها اي مشكلات خالص. ده بالنسبة للجزء الخاص بالخامات، تمام، وكده تمام، مفيش اي مشاكل في موضوع الخامات. في الجزء اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على الانفايرومنت واللايتنج باذن الله.